السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ كيف أنت؟ بخير الحمد لله. من بحرين؟ الحمد لله، أنا سعيدة جدا 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 بمشاركتي معكم في هذا المؤتمر الجميل الرائع، كثير كثير استفدت من كلام الأخوات كثير. أنا الحمد لله التزمت في الحجاب منذ من 2014 بهذا الحجاب، وواجهت قليلا من المشاكل مع الأهل أكيد، ولكنها كانت بسيطة الحمد لله. المشاكل عادة هي مشاكل التي تواجهها المرأة في العمل بهذا النقاب، وليس الحجاب فقط بل النقاب هي المشكلة الأكبر التي تواجهها في العمل. ولكن الحمد لله ربي يأخذ شيء ويعطي شيء آخر، فالحمد لله. أنا أعتبر أن الحجاب كان سبباً في هدايتي. أنا تحجبت بسبب أختي، هي الوحيدة في قالت لي عن الحجاب باقتناع، قالت لي إن يعني بعد توبتها النصوحة لله لم تتركني لحالها، فجعلتني أتحجب، جعلتني وقالت لي إنها سوف تذوقين حلاوة الإيمان بعد هذا. وفعلا هذه الخطوة جعلتني أتقرب إلى الله، فقط صرت أصبحت أعمل كل عمل لله. وكما قالت الأخت فإحنا سفيرات الإسلام بهذا الحجاب، فهذا الحجاب يمنعني من الاختلاط والفجور والتبرج بأي أشكال، هذا الحجاب يمنعني أن أعمل أي شيء يغضب الله. والحمد لله، نسأل الله التوفيق والثبات. وأيضا بسبب الحجاب لم أتوفق في العمل خارج منزلي، والحمد لله هذا الشيء خلاني أتقرب إلى مهمتي التي خلاها رب العالمين لكل امرأة، إن أكون زوجة صالحة وأكون أم صالحة لأولادي. والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، لم أكن أعلمها قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين. أنا كنت أعمل 7 سنين قبل هذا عملت، ولكن لم أعلم مهمة المرأة الحقيقية في هذا العالم إلا بعد أن هداني الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله الثبات، وأسأل الله إن تكون يعني إذا كان الحجاب خالصاً لله وكان عبادة وليس عادة، فالله سبحانه وتعالى يتقبل هذا الحجاب ويرزق الجميع الهداية. وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الطريق. وصراحة يعني شفت الأخوات ما شاء الله يعني مع الحجاب والنقاب في مناصب عالية جداً ما شاء الله. الله يا رب يوفق الجميع في كل شيء. وفقط أريد أن أقول للجميع إن الأسباب التي يقدمونها أو يقولونها بأن الحجاب يمنع المرأة من فعل أي شيء، كل هذه الأسباب فقط واهية وليست حقيقية، ويجب على العالم أن يتقبل المرأة بحجابها وحتى نقابها. الحمد لله رب العالمين.